اهلا العائله، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى كلكم تكونوا في افضل الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم راني شاركت معكم نهاري كامل يوم الحد. بطبيعه الحال ما خرجت فيه صراحه، بقيت غير في الدار. قضيت الشغالات عندي في الدار خاصني نوجدهم، لكن ما كنت راجلي خدام ما كاينش باش غادي نخرجوا. صافي وجدت واحد الغريبه لولدي للمدرسه في بلاص البيمو داكشي. المهم انا صيبتها ليه في الدار باش نهنى منه الاسبوع كامل. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاج فيها 200 غرام ديال الزبده، كاس السنيده، جوج معالق ديال الكاكاو، قبسه الملحه، شوكولات محكوك. انا خديت غير جوج دراهم، وجوج دراهم من شوكولات كوكيز داك شوكولات صغيور حبيبات، وكاس لاروب ديال الزيت. المهم كاس معمر، جوج بيضات، والدقيق اللي غادي نحتاجه في الخلاط. كيف ما كنشوفوا غادي نشد الزبده، عندنا هنا 200 غرام، غنزيدو عليها كاس العنبه ديال سنيده، وغادي نمعكوها مزيان حتى تولي نعشك البومض. انا شديتها حكيده باش تسهل عليا ما تشدش ليا الايد. بقيت نخلط فيها بحال هكا شويه، وزدتها غنزيدها الزيت والبيض. نبدا نخلطها مزيان، خاصة تخلط مزيان باش ما يبقاش هذيك الزبده صاينه. هاد الغريبه من اختراعي، المهم قال لي راسي دير هادشي درتو صافي. المهم كيما قلت لكم جات واعره، جات زوينه. المذاق ديالها كتاكل بحال كتاكل كوكيز، هذا المذاق ديال الكوكيز جاز فنه. ولادي بغاو يحماقوا عليها، هما بغاو يكملوها اليوم ماشي تاع الغدا. كي ما شفتو صافي رطابت لينا، ما بقاتش صاينه. ضفت ليها البيض، نضيفو لها قبيصه ديال الملحه، نخلطوها مزيان حتى كتنسجم لينا العناصر كامله. اللي عنده الفوي ممكن يديرو، انا اكتفيت غير بايديا فقط لانني حكيتها باش تسهل عليا الخدمه. صافي نبداو نضيفو في المكونات الاخرى اللي بقاو ليا. نضيفو الشوكولاتة، انا درت غير نسكوي، اللي ما عندوش نسكوي يدير داك شاصيت ايديال ديال الكاكاو، حتى هي فعلا نكهه زوينه. انا درت هنايا جوج معالق، هنا خديت جوج دراهم ديال الشوكولاط، حكيتها وضفتها حتى هي العجين. جاتنا المذاق ديال في غريبه، مذاق الشوكولاط فن، جا مذاق رائع. شتوها كيف جات؟ جات رطبه وخدمتها مزيان بيديا. الفانيا نسيت ما درتهاش من الاول، انا ضفتها دابا. صافي دابا غادي نبداو نضيفو في الدقيق اللي غادي يجمع لينا العجينه. العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه بطبيعه الحال، نبداو نضيفو في الدقيق بالتدريج بشويه بشويه باش ماشي نديرو بزاف وتقصح لينا. لا كيما شتو راني ضفت الشوكولاط حبيبات، غادي ندير جوج خمارات حمرين، درت جوج صافي. غادي نبقى نضيف في الدقيق وانا كنجمع فيه بحال ما هكا حتى تكون لي العجينه اللي انا بغيتها.
صافي كيف ما شفتو انا جمعتها، كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي رطبه، مقاس حاش كتجي رطبه هكذا، حاجتي باشكم بحال ما هكا. صافي نبدا نشكل فيها كويرات ونضغط عليهم شويه ونستفهم في اللاطه، نبقى غاده على هذا الحال حتى نكمل كل شيء. هاد المقادير هادو خرجت لي لاطه هادي كبيره والنص ديالها، لاطه كبيره ولاطه صغيره، يعني تقريبا شي 50 حبة، 50 حبة ديال هذا. اللي بغى اكثر يضاعف المقادير. صافي كتبقاو تكورو فيها بحال ما هكا، حاولوا دوك الحبيبات ديال الشوكولاتة يجيو لداخل، من الأحسن يجيو لداخل باش ملي كطيب وكتبداو تاكلو فيها كيجي داك الشوكولاتة لداخل، كيجي زوين. غنبقاو غاديين على هاد الحال بحال هكا، ما ديروهاش رقيقه رقيقه، لا شويه كيف ما كتشوفوني انا كندير، ديرو بحال هكا. بقاو غاديين على هاد الحال بحال هكا حتى كنكملو العجين كامل اللي عندنا. وانا اذا براني با كنصيف فيها ومشى على الفران يسخن، باش اون فوا نسالي العجين ديالي نعمر لاطه نخشيها طيب، ما نبقاش نتسنى باش نستغل الوقت ندير فيه حاجه اخرى. كيما شفتو انا عمرت اللاطه ساليتها، نزيد شي حبات في الجناب مازال بان لي خاوين. صافي دابا غادي شعلت الفران يسخن مزيان، ملي غادي يسخن غادي نخشيها الطيب لتحت، غندير لها طياب البهله، المهم غادي نخشيها لتحت حتى تشقق ليا عاد نطلعها الفوق. كيف ما شويه من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، هذا جات صراحه جات زوينه في المذاق ولا في الشكل، جات غزاله، شفت المنظر ديالها جا زوين، جات طيبه من التحت ومن الفوق. كنتمنى انها تعجبكم. شي اللون ديالها مع داك النسكوي جا غزال. صافي في هاد الاثناء مشيت انايا عجنت الخبز ديال الاسبوع، المهم عجنتو كامل اليوم حيت ما خرجنا شي بلاصه مو محيدتو، عجنتو خليته يخمر وبشيت نصبت طويجين انا وليداتي، راجلي ما كاينش خدام، صافي صيبت غير رشوه البطاطا والزيتون انا وليداتي جوج، صافي خليته كيطيب كما شفتو، درت العطريه دابا صافي، وغدا نسد عليه ونخليه يطيب مزيان ونمشي نشوف الخبز واش خمر ليا. كما شفتو الخبز هو خمر، انا بديت كنطيب فيه كما شفتو، راني طيبت 4 حطيتهم وغدا نكمل طياب ديال 5 الخبزات الاخرين اللي مازال ليا. طبيعه الحال الفران خاص يكون سخون، الخبز ضروري الفران يكون سخون. انا دائما تنعجن بحال ما كل الخبز نديرو في المجمد كنهنى منه. ايوا مني ساليت الخبز مشيت ضربته بواحد الفركه اللاطات، هاد السيمانه ما غسلتهمش، صافي استعملت لهم داك البرودوي اللي خديت من بيم، صراحة كيهنيني بزاف الحوايج. صافي حكيت درت لهم حكة خفيفة، ماشي داك الحكة اللي على بالكم، المهم حكة خفيفة يتنقاو ليا شوية، حتى شويت فيهم الفلفل داك الدنجال وما غسلتهم عاد، دابا بديت نغسل في الماء جبدتهم حتى هما قلت ندوز عليهم.
كيف ما شفتوا حكه خفيفه بهذا البرودوي، تنقاو مزيان، تنصحكم بصراحه تشريوه. هو طويجيني ها هو طاب، كيما شفتوا غنخليه غير يشرب شويه. هو خبز ديالي من بعد ما وجد هو هذا، غادا نمشي نتغدى انا وليداتي. ايوا ملي مشيت تغديت مشيت ضربت واحد الرقده، ايوا من بعد عاد نط مشيت وجدت طويجين راجلي هو الاول باش يجي من الخدمه يلقاه موجود. جمعت الكوزينه طرفتها وضربت بواحد السيقه. ايوا صافي مشيت نعس الدراري، غسلت ليهم بدلت ليهم، مشاو نعسو غدا ان شاء الله المدرسه. ايوا عاد انايا المهام مازال تابعاني، غادي نمشي نطوي شي حوايج حيتهم من الحبل. صافي غادي نطويهم ان شاء الله بحول الله، ومشيت ثاني نضربها برقده اخرى حتى الصباح ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبك.